يبدأ في المينا في البحر مع سفينة كبيرة وقبطانها واللي اسمه كرو. كان معاه جوليان واللي هو كان بيعتبره زي واحد من عياله، وماشيين بالسفينة اسمها انفيتابل في المية. بيجيلهم مساعد القبطان سارة وبتتكلم معاهم، وبنعرف ساعتها ان هما بيطاردوا وحش في المية. الوحش ده كان اسمه العاصف الأحمر، وبنعرف ان هو السبب في فقدان عين الكابتن زي ما احنا شايفين، وفعلا بيشوفوا جزء من الوحش ده في المية. ساعتها القبطان بيقول للطاقم ان هما يستعدوا لقتال الوحش. بتظهر بعدها سفينة بعيدة، وكان واضح ان هي عندها مشكلة. كابتن كرو بيضطر ان هو يوقف مطاردة الوحش اللي هو بيجري وراه ده علشان يروح يشوف السفينة التانية دي وينقذها. بسرعة بيحرك السفينة بتاعته علشان يروحوا للسفينة التانية، وده علشان المعاهدة اللي موجودة ما بين الصيادين، اللي بتجبر ان كل كابتن فيهم لو شاف التاني في مشكلة لازم يروح يساعده. بنروح بقى للسفينة التانية واللي كانت بتحارب وحش عملاق في المية، وواضح كده ان هو قدر عليها وخلاص هيغرقها، بس بتيجي سفينة الانفيتابل قدامها علشان تبقى هي المنقذ بتاعها. بيعملوا اضاءات ناحيتهم علشان الوحش يسيب السفينة دي ويجي ناحيتهم، وفعلا الوحش بيسيبهم وبيروح للانفيتابل علشان يهاجمها. بس طبعا الكابتن كان عامل حسابه، والفريق بتاع المركب كله بيضرب عليه كل الاسلحة اللي عندهم. بينجحوا ان هم يسيبوا الوحش، وعلشان كده بيسيبهم وبينزل في المية. ما بيسيبوش جوليان وبيطير عليه وبيضربه برمح في حاجة علشان تفضل معلمة مكانه. الوحش طلع ان هو ذكي وقطع الحبل، وكان مش عارفين هو مكانه فين دلوقتي. بس طلع ان الوحش ان هو مبيهربش من اسلحتهم ولا حاجة، وان هو تحت السفينة علشان يدمرها. بيهجم فعلا الوحش على السفينة وكان هيدمرها. ساعتها بتظهر قوة وشجاعة جوليان في الدفاع على السفينة والطاقم بتاعها. جوليان بعدها بيقدر ان هو ياخد رمح ويضربه في الوحش ضربة جامدة بتخليه ان هو يسيب السفينة ويبعد عنه. لكن قبلها واحد من دراعات الوحش ده بتخبط السفينة وتطير جوليان بعيد. جوليان وهو في المية الوحش كان هياكله، لكنه بيقدر يهرب منه. بيمسك جوليان في ايد من ايدين الوحش وبيطلع فوقه، والكابتن لما بيشوف المنظر ده بياخد الرمح بتاعه الكبير بينط على الوحش. بيقدر فعلا الكابتن ان هو يقتل الوحش، وبينزل بسرعه على الميه قبل ما الوحش يغطس لتحت علشان يقطع القرن بتاعه كتذكار يعني للمعركة. الوحش برضه ما بيكونش لسه مات خالص، ولما بيجي يطلع الكابتن بيسحبه من رجله لتحت. بنشوف بعدها ان جوليان قدر ينقذ القائد ويطلعه على السفينه، لكن القائد بتاعهم لما بيفوق بيحس باحساس غريب، وبيأمر ساعتها الطاقم كله ان هو يوجه السفينة يرجعوا تاني للمدينة. بيقعدوا بالليل يتكلموا سوا، وجيليان بيقوله ان هما في يوم من الايام اكيد هيلاقوا الوحش الاحمر ده. القائد بيقوله مش ده اللي انا كنت بفكر فيه، انا كنت بفكر في مصير السفينة دي لو انا كنت مت النهاردة. بيوريله الكتالوج اللي هو حاطط فيه كل الوحوش اللي هو قتلها، وبيقوله ان اخر وحش هيحطه في الكتالوج ده قبل ما يعتزل هيبقى لازم يكون العاصف الاحمر اللي هما بيدوروا عليه، وان هو من بعد ما يصطاد الوحش ده خلاص جوليان هيبقى هو خليفه ليه وقائد السفينه من بعده. وبنعرف بعدها ان الكابتن لقى جوليان في البحر، وان هو من ساعتها خده ورباه زي واحد من عياله، وان جه الوقت دلوقتي ان هو يمسك السفينه مكانه كقبطان ليه. بنروح بعدها للمدينه لما بتوصل لها سفينه الانفيتابل، والاهالي كانوا لها مستنياهم علشان يشوفوا الوحش اللي هم اصطادوه. هناك في البار اللي كانوا بيحتفلوا فيه في بنت صغيرة اسمها ميزي بتروح تتكلم مع جوليان. كانت بتسأله عن قصة الوحوش اللي هو قابلها وقتلها، لدرجة ان هي بتطلب من جوليان ان هي تنضم معاهم لمحاربة الوحوش على السفينة، وده كله بسبب عيلتها واللي كانوا كلهم صيادين للوحوش، بس كلهم ماتوا لما المركب بتاعتهم غرقت. وجوليان بيركبها عربية علشان يرجعها المكان اللي هي عايشة فيه، وبيقول لها لما تكبري هباخدك معايا على السفينة. تاني يوم بيروحوا للقصر الملك علشان يوروه الجزء اللي هم قطعوه من الوحش وياخدوا المكافأة بتاعتهم. بيودولهم هناك قطع كتير من وحوش هم اصطادوها، لكن الملكة بتكون برضو متضايقة، وده بسبب ان قائد ما اصطادش العاصف الاحمر وسابه علشان يروح يساعد سفينة تانية. الامبراطور بيوريهم السفينة الحربية الجديدة اللي هو عملها. قائد الجيش بيقول لهم ان هم مش محتاجين تاني الصيادين اللي زيكم بعد كده، وان هم هيستخدموا السفينة المتطورة جدا دي واللي مليانة اسلحة علشان يصطادوا بيها الوحوش. كابتن كرو بيقول لهم ان السفينة بتاعتكم دي مش هتعرف تصطاد ولا واحد، وكان طبعا متضايق منهم لانهم بكده هيستغنوا عنهم للابد. علشان العصبية دي الملكة كانت هتحبسهم، لكن جوليان بيتدخل في اخر لحظة بيعرض عليهم ان هم يعملوا منافسة ما بينهم، واللي يصطاد فيهم العاصف الاحمر يبقى هو اللي كسبان، وان هم لو ما عرفوش يصطادوا وحش العاصف الاحمر ممكن ساعتها الملك يبقى مفكك سفينتهم الانفيتابل دي زي ما هو عايز. بيرجعوا تاني للبحر بعد ما الملك بيوافق على الاقتراح بتاع جوليان. كانوا خلاص لازم يعملوا كل اللي عندهم علشان يمسكوا الوحش ده. القائد بعدها بيجمع الطاقم كله وبيعرفهم ان جوليان هيبقى هو خليفته في المكان وهيبقى هو الكابتن بتاعهم من بعده. وبيكتشفوا ساعتها في السفينه ان البنت الصغيره ميز ركبت معاهم واستخبت علشان تشوف الوحش وهم بيصطادوه. وساعتها الكابتن كرو لما بيتكلم معاها بيعرف ان مفيش قدامه قدام الحماس بتاعها دون
غير ان هو يسيبها معاهم على السفينة، وبيعين سارة المساعدة بتاعته ان هي تبقى المسؤولة عنها. وفعلا سارة بتاخدها المكان اللي هي هتنام فيه، وكمان بتديها سكينة صغيرة علشان تستخدمها. بعدها بفترة بتوصل السفينة للبحر اللي المفروض عايش فيه وحش العاصف الاحمر. بيبدأ ان هم يحسوا باهتزازات في السفينة، وبيبدأ الطاقم فعلا ان هو يجهز الاسلحة علشان يصطادوا بيها العاصف الاحمر. بيظهر الوحش وفعلا بيضربوا عليه بالمدافع اللي معاهم، لكنه مش بيتأثر. وبعد كده بيرموه بالرماح المربوطة بحبال دي من على السفينة، وده علشان كان لما يجر السفينة دي كلها يبطأ حركته في المية شوية ويقدروا ان هم يمسكوه. بس الوحش طلع مش غبي، وبيفضل ان هو يلف في دواير علشان يحاول يغرق السفينة اللي مربوطة فيه دي. جوليان بيفهم هو عايز يعمل ايه، وبيقول للقائد ان هم لازم يقطعوا الحبال دي لان كده الوحش هيغرقهم. كابتن كرو بيقول له لا، وبيصمم ان هو لازم يصطاد الوحش ده دلوقتي. ميزي ساعتها بتشوف اللي بيحصل وبتفكر، وبتطلع السكينه اللي ساره ادتها لها، وبتحاول ان هي تقطع بيها الحبل اللي مربوط بيهم في الوحش. ساعتها الكابتن بيشوفها وبيهددها ان هي ما تعملش كده، ولكن جوليان المفروض ان هو كان يوقفها باوامر الكابتن بيسيبها ان هي تقطع الحبل. فعلا بيعملوا كده، والسفينه بتترد تاني لمكانها. بس ساعتها جوليان وميزي بيقعوا في المية، وتحت بقى في المية بيلاقوا نفسهم قدام الوحش بتاع العاصف الأحمر. لكن الوحش ساعتها ما بيهاجمهمش، بالعكس بيبعد عنهم وبيسيبهم وبيمشي. بيطلعوا في قارب صغير جنب السفينة. ساعتها الكابتن كان متعصب جدا من جوليان، وبيقوله ان هو لازم يسلمه ميزي اللي قطعت الحبل وخلفت اوامره. لكن ساعتها بيطلع مرة واحدة العاصف الاحمر من تحت، وبيبلع المركب اللي فيها الاتنين بسرعة، وبينزل تاني للمية. بنروح لهم وهم كانوا عايشين جوه الوحش، وجوليان كان بيدور على اي طريقة ان هم يخرجوا بيها براه. ما بيلحقوش ان هم يعملوا اي حاجة، لانهم بيوصلوا على طول لجزيرة قريبة، وساعتها الوحش بيطلعهم ويرميهم على الجزيرة. الوحش ما كانش عايز يأذيهم، حتى لما جوليان بيحاول ان هو يهجم عليه كان بيمنعه من غير ان هو ما يأذيه. وبعدها بيسيبهم هما الاتنين وبيدخل هو جوه الجزيرة، واللي كان من الاصوات اللي بتطلع كان واضح ان هي مليانة باخطار كتير. جوليان بياخد ميزي وبيروحوا يقعدوا في اي مكان علشان يستخبوا. ميزي بتتكلم معاه وبتقول له احنا مش ممكن نكون غلطانين في نظرتنا للوحوش، هو مكتوب في الكتب ان الوحوش هي اللي بدأت الحرب علينا، وان اللي حصل بعد كده ان احنا كوننا فرق الصيادين وبدأنا ان احنا نحاربهم ونجري وراه. بس لو الوحوش هي طبيعتها كده، ليه الوحش الاحمر ده ما قتلناش لما كنا في الميه؟ لا، وبعد كده كمان انقذنا وجبنا على الجزيره دي. جوليان ما كانش مهتم لكلامها ده كله، متضايق منها لانها قطعت الحبل، وبيقولها ان هي السبب في كل المشاكل اللي هم فيها دلوقتي. سارة كانت بتتكلم مع الكابتن على السفينة، وبتقوله ان السفينة خلاص معظمها اتدمر، ان هم المفروض يلغوا الرحلة دي ويرجعوا تاني للمدينة. القائد بيقول لها من غير كلام وجه السفينة لجزيرة موكيشي. سارة بتتخض جدا لما بتسمع اسم الجزيرة دي، وبتقوله ان هي جزيرة ملعونة، كل اساليب الصيد اللي فيها دي محرمه. القائد بيتعصب عليها وبيقول لها مالكيش دعوه، نفذي اللي انا بقول لك عليه، ان انا هعمل اي حاجه علشان انتقم من الوحش ده. تاني يوم جوليان وميزي بياخدوا القارب الصغير بتاعهم وبيرجعوا تاني للميه. بس قبل ما بيبداوا مشوارهم بيظهر وحش كبير كده وكان هيهاجمهم. قبل ما يتمكن الوحش ان هو ياكلهم بيظهر ساعتها وحش العاصف الاحمر، وبيدافع عنهم وبيتخانق مع الوحش التاني. وجوليان هو كمان بيساعده بالرمح اللي معاه وبيضربه على الوحش، واللي بيطلع ميزي من الميه بعد ما وقعت وحش صغنون كده لونه ازرق. القارب بتاعهم كان اتخرم والميه بتخش جواه، وجوليان بيقول لها ان هما لازم يرجعوا للجزيره بدل ما يغرقوا. ميزي بيجي في دماغها ان هي تطلب من الوحش الاحمر ده ان هو يساعدهم تاني. جوليان بيقول لها انت هتتكلمي يعني مع الوحش ازاي وهيفهمك ازاي؟ لكن فعلا العاصف الاحمر بيفهمها، وبينزل تحتهم وبيرفع المركب كلها فوق جسمه علشان يوصلهم هو. وهنا بنعرف ان في اكيد طريقه تواصل ما بين ميزي الطفله الصغيره دي والوحش الاحمر. ميزي ساعتها بيتاكد الشكوك اللي في دماغها، بتبقى متاكده ان الحاجات اللي مكتوبه في الكتب عن الوحوش دي مكتوبه غلط. بتربط نفسها بحبل وبتنزل قدام عين الوحش علشان توجهه للمكان اللي هم هيروحوه. وزي ما الوحش ساعدهم وهيوصلهم، ميزي هي كمان قررت ان هي تساعده. بتقرر ان هي تساعده عن طريق ان هي تشيل الرماح اللي موجوده في ظهره دي كلها، ده في الوقت اللي وصلت فيه سفينه القائد للجزيره اللي هو قال لهم عليه. بيروح الكابتن للساحره اللي في الجزيره، بتتكلم مع الساحره وبتقوله ان هي عارفه السبب اللي خلاه يجي لحد عندها. بتعرض عليه ان هي تديله سم قوي جدا قادر ان هو يقتل اي حد واي وحش يقابله، هو لو قبل واخد السم ده منها حياته كلها هتتقلب حول لجحيم. كرو بيقول لها ان هو موافق ان هو يدفع اي ثمن في سبيل ان هو يقضي على الوحش الاحمر. بتاخده الساحره فعلا وتدخله اوضه فيها حاجه اسمها سهم القدر، تقول له ان السهم ده قادر ان هو يخترق اي وحش ويموته. بنرجع تاني بقى لابطالنا وهم على ظهر الوحش ومعاهم الوحش الازرق الصغنون ده. جولين كان قاعد بيحاول يصطاد سمك علشان ياكله، بيفشل ان هو يصطاد اي سمكه، وساعتها الوحش هو اللي بيساعدهم ويطلع لهم السمك لحد عندهم. بيبدأ جوليان فعلا ان هو يفكر ان ممكن تكون الوحوش فعلا مظلومة، وساعتها بيروح علشان يساعد ميز
ويشيلوا الرماح من جسم الوحش. بالليل بيقعدوا هما الاتنين يفلوا في الكتاب بتاع القصص بتاعت الوحوش، بيركز المرة دي في القصص وبيربطها ببعض، وبيفهم المرة دي فعلا إن كل القصص دي أو معظمها مش حقيقية وكلها كده. مكانش فاهم مين اللي كان ممكن يعمل كده، يكتب كتاب زي ده ويعمل حرب من مفيش. كانت في عاصفة كبيرة جاية عليهم، فبيضطروا إن هما ينزلوا ويستخبوا في جسم الوحش، بيتفرجوا على قاع المحيط من تحت وبيشوفوا كمية الجثث بتاعت الوحوش اللي هم قتلوها قبل كده. وجوليان ساعتها بيفهم ان الصيادين قضوا على وحوش كتير ملهمش ذنب. بنروح للسفينة بتاعت الكابتن كرو واللي كان خلاص ركبوا عليها سهم القدر. طاقم السفينة ما كانش موافق الكابتن على اللي هو عمله، وان هو راح اتعامل مع الساحرة الملعونة دي. بعدها الكابتن بيشوف كائنات بتجري في المية، وبيعرف ساعتها ان الكائنات دي ما بتخافش غير من وحش العاصف الاحمر، ان هي ادام بتهرب كده يبقى هو اكيد وراها. وبيقول للطاقم ان هم خلاص قربوا من الوحش ده وان هم يستعدوا لان في خلال يوم هيقابلوه. تاني يوم العاصف كان قرب من المدينة بتاعته. جوليان بيقول لميز ان هم لازم يكملوا رحلتهم لوحدهم لان الوحش اكيد ما يقدرش يقرب من المدينة اكتر من كده. بينزلوا فعلا على الشط في مكان بعيد، بيشكروا الوحش ان هو ساعدهم ووصلهم لغاية هنا، وبيحاول جوليان يفهمه ان هو خلاص ما عادش هيصطاد وحوش تاني ابدا. وميز بتروح تاخده بالحضن وبتودعه هو والوحش الصغير الازرق. ساعتها الوحش بيحس بحاجة غريبة، بيرفع دماغه علشان يبص بعد المكان اللي هما فيه، بيلاقي ان هما مجهزين السفينة الحربية بتاعت الامبراطور الجديدة. جوليان بيطلب منه ساعتها ان هو يهرب بسرعة قبل ما يشوفوه ويضربوا عليه. واحد من الجنود بتوع الامبراطور بيشوف الوحش وبيضرب عليه نار، وده بيخليه يتضايق ويتعصب جدا ويجري عليهم بسرعة علشان يهجم عليهم. بتضرب المدافع الكتير بتاع السفينة عليهم، وواحدة من الطلق دي بتصيب البنت ميز وهي بتجري. أول ما بيوصل الوحش للسفينة بيقدر إن هو يقسمها نصين ويغرقها، وساعتها بيشوف ميز وهي مصابة فبيروح عليها، بس كان الكابتن كرو هو كمان شاف اللي بيحصل وقرب بالسفينة بتاعته. أول ما الكابتن بيشوف الوحش ده بيأمر الطاقم بتاعه إن هما يهجموا عليه بالسفينة. بينزل العاصف هو كمان في المية علشان يروح يواجههم في البحر، ما كانش يعرف إن هما جايبين سلاح جديد معاهم. فعلا الكابتن بيضربه بالسهم اللي بيخبط فيه والسم بيعمل مفعوله وبيموت العاصف الاحمر في الميه، لكن القائد ما كانش عايز يوصل ان هو يموت، فبيأمر رجالته ان هم يطلعوا السهم بسرعه علشان ما يموتش من السم، وقال لهم انا عايزه كده متخدر بس مش ميت، وده علشان يقدروا يربطوه ويسحبوه للقصر بتاع الملك هناك. بيكتفوه فعلا علشان يجروه بالسفينه ويمشوا، لكن قبلها بيوصل جوليان وميزو معاهم القارب الصغير بتاعه. الكابتن بيتصدم ان هم لسه عايشين لانه شايفهم والوحش ده بيبلعهم. بيطلعوهم بسرعه على السفينه وبياخدوا بالهم ويعالجوا ميز. جوليان بيقعد مع الكابتن وبيحكي له كل اللي حصل. كرو ما كانش مصدق اللي هو بيقوله، وكان مصمم ان الوحوش دول هم اعدائهم وهم لازم يحاربوهم ويقتلوه، وان هو لازم ياخد العاصف ده قدام الملك وهناك يقتلوا قدام المدينة كلها. وفعلا تاني يوم الصبح بتوصل السفينة قدام المدينة، كانت جرة وراها الوحش العاصف الأحمر اللي قعدوا سنين كتير يدوروا عليه. الناس كلها ما كانتش مصدقة إن هما فعلا قدروا يمسكوه، وميز اللي كانت محبوسة في أوضتها كانت بتحاول تخرج بأي طريقة علشان تساعد الوحش، واللي بينجح إن هو يهربها كان الوحش الأزرق صاحبها اللي طلع على السفينة. بتشوف من شباك السفينة علامة على باب القصر بتاع الملك، والعلامة دي كانت موجودة على كل الكتب اللي بتحكي تاريخ الوحوش، وبتعرف ساعتها إن العيلة الملكية دي هي اللي كتبت تاريخ الوحوش دي، فأكيد هم اللي زوروه وكتبوا إن الوحوش هم اللي هجموا عليهم الأول. بتجري بسرعة وبتحاول إن هي تحرر الوحش من الحبال اللي حواليه، في الوقت اللي كابتن كرو بيوصل قدام الملك وبيقول لهم إن هم كانوا غلطانين، وإن هو بسفينته الضعيفة دي قدر إن هو يمسك أضخم وحش موجود، وبيقف على جسم العاصف ويمسك الرمح الكبير بتاعه وكان عايز يقتله. جوليان ساعتها بيوقفه قبل ما يعمل كده، وبيدور ما بينهم قتال بالسيوف. الكابتن بيقدر ان هو يتغلب على جوليان ويرميه في الميه، وميز اللي كانت قاعده بتقطع في الحبل بس كان كبير جدا، فبتظهر ساره ساعتها وبتقطعه هي بخبطه واحده. بيتحرر بعدها الوحش وبيقوم من نومه، بس السم اللي كان جواه كان لسه مخليه مدروخ. اول ما بيشوف الكابتن بيقعد يهاجم عليه، لكن ميز بتقفله على صخره وبتمنعه ان هو يهاجمه تاني. بتعرفه ان هو لو قتل الكابتن دون هيفضل العداوه اللي ما بينهم وبين الصيادين دي موجوده طول الحياه. جوليان ساعتها بيطلع ويمسك الرمح بتاع القائد وبيكسره وبيقول للناس ان دي اخر مره هيهجموا فيها على وحوش. بيهدى الوحش بعدها وهما بيطلعوا فوقيه عشان الناس كلها تشوف ان هما اصدقاء. ميز بتمسك الكتب بتاع تاريخ الوحوش وبتقول للناس ان الكتب دي كلها مليانه كده، وان العيله الملكيه هي اللي كتبت الكتب دي كلها، وده علشان يخليكوا على طول خايفين. الملك والملكه بيرفضوا اللي بيحصل ده، وبيأمروا قائد الجيش بتاعهم ان هو يهجم على الوحش ويقتله، بس لسوء حظهم ان اخو قائد الجيش ده كان واحد من الصيادين اللي ماتوا في محاربه الوحوش بسبب كذبهم وتزويرهم للتاريخ، واللي بيرفض ان هو يعمل كده وبيسمح للوحش ان هو يرجع تاني للميه ويخرج من المدينه. ومن ساعه اليوم ده الوحوش والبني ادمين
بيرجعوا يعيشوا مع